بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع أولى حلقات المراجعة إن شاء الله. بعد ما انتهينا من المنهج بناء على رغبة الجميع هنبدأ إن شاء الله مراجعة اليوم، ومع مراجعة الفصل الأخير لأن كان بعض الطلاب ما حضرش معانا فقلنا نبدأ بمراجعة، والحصة الجاية إن شاء الله الفصل الأول، ونقسم الضوء على حصتين كما هو إن شاء الله متوقع. طبعا هنحاول إن شاء الله النهاردة نحل كل ما ورد في الاختبارات السابقة بنظام التابلت، ويعني يا ريت نركز في الحصة. النهاردة إن شاء الله معانا جزئين، الجزء الأول وهو السريان. زي ما أنت شايف لو ركزت شوية في الصورتين اللي قدامك اللي فوق بعض دول اللي على ايدك الشمال، هتلاقي ان عدد خطوط الانسياب او السريان عند الدخول وعند الخروج بيبقى ثابت، وبناء عليه معدل السريان الكتلي والحجمي ثابتين، اما الذي يتغير هي كثافه خطوط الانسياب وسرعه الانسياب. فيا ريت الناس تبدا تركز معايا في ايه الثوابت اللي عندي، كيو في، كيو ام، عدد الخطوط، عدد خطوط الانسياب. الحاجات دي بتبقى ثابته سواء في المقاطع الضيقه او في المقاطع الواسعه. اما كثافه الانسياب، كثافه خطوط الانسياب، كثافة خطوط الانسياب طبعا اللي عدد الخطوط على واحدة المساحات والسرعة، الاتنين دول هيبقوا علاقة عكسية مع الفي، هيبقوا علاقة عكسية عفوا مع الاي. معلش نركز كده مع بعض في الجزئية اللي انا قلتها ديت لانها جزئية مهمة، من ضمن الحاجات اللي بيجي يجيب لي مقطعين، واحد ضيق والتاني واسع، ويقول لي بالنسبة للمقطع الواسع ده وللمقطع الضيق ده ككيو في ككيو ام كعدد خطوط، والله لا ده دول ثابتين، يعني النسبة من هنا لهنا واحد واحد إلى واحد. أما كثافة خطوط الانسياب أو سرعة الانسياب فهي طبعا هتقل مع هتبقى قليلة مع المساحات الواسعة وهتبقى كبيرة مع المساحات الضيقة زي ما انتم شايفين في الصورة الجي اي اف اللي قدام. في طالب بعت لي صورتين وقال لي يا مستر يا ريت تعلق لنا عليهم حكاية فتحة الحنفية دي والنافورة. في سؤال بيقول لما يكون السريان هادئ، لما يكون السريان هادئ ليه مساحة المقطع بتقل تدريجيا كلما اتجهنا لأسفل؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين انما ان احنا لو اتجهنا لأسفل السرعة بتزيد لان احنا بنمشي مع الجاذبية، يعني المية وهي نازلة لأسفل بيبقى الحركة مع الجاذبية كده. يعني ايه مش السرعة علاقة عكسية مع المساحة؟ طبعا. طب طالما السرعة علاقة عكسية مع المساحة، لو السرعة زادت المساحة هتقل. طيب واحنا نازلين لأسفل، واحنا نازلين لأسفل كده المية وهي بتهبط لأسفل طبيعي إن سرعتها بتزيد فمساحة المقطع هتقل، بس احنا بنركز على إن ده وأنت فاتح الحنفية بسيط، وأنا فاتح الحنفية فتحة بسيطة، يعني ما تفتحش الحنفية على آخرها لأن في الحالة ديت السريان مش هيبقى هادئ، السريان هيبقى مضطرب، فمش هينطبق المعادلة ديت، لها معادلة تانية طبعًا. إحنا بنتكلم في السريان الهادئ. النافورة العكس. النافورة العكس. لما تكون فتحة الحنفية الأعلى، طبيعي إن أنا كلما اتجهت الأعلى مساحة المقطع بتزيد. ليه؟ لأن لما نتجه لأعلى السرعة بتقل. طب لما السرعة تقل المساحة تزيد، لأن العلاقة ما بين السرعة والمساحة
علاقة عكسية، تمام؟ يبقى أنت قلل سرعة كبر مساحة. أول سؤال معانا، ويا ريت يا شباب يعني أي حاجة بتبعتوها لي، في بعض الأسئلة بيبقى أوريدي وإحنا هنجيبه كده كده وإحنا بنشرح، يعني وإحنا بنشرح هنجيبه، فبخليه لوقته. في طلاب جابوا لي أسئلة من على منصة نجوى، أوريدي إحنا هنحلها كاملة بإذن الله في أثناء المراجعة. في ناس جابت لي حاجات بعتناها لي على الخاص من بنك المعرفة، ده كله حاجات عندنا. لو حاجة بقى مش عندنا، مش حاجة مش هنضيفها، بحطها في الحلقة. السؤال الأولاني، وده جه في السنة اللي فاتت في امتحان نص السنة 2021، بيقول: من الأشكال التي أمامك حدد أيهم يمثل سريانا هادئا. السريان الهادئ لازم يبقى معدل الدخول زي معدل الخروج بغض النظر عن شكل الأنبوب. واضح من اللي قدامي ده ان ايه، داخل باتنين متر تكعيب على الثانية، خارج بواحد، غلط، يبقى مش هادي. داخل باتنين خارج باتنين ونص، غلط، مش هادي. داخل باتنين خارج باتنين، اجابة منطقية وصحيحة. داخل باتنين خارج بتلاتة، غلط. يبقى احنا بنتكلم في ايه، وايه هي الصحيحة؟ يبقى الرقم د اللي هو ايه، الاختيار ايه، لان ايه معدل الدخول زي معدل الخروج. خلي بالكم، لاني لاحظت ان في بعض النسخ من السؤال جايبين من غير ما يكتب اس 3 ديت اللي هي المتر تكعيب، كاتبه 2 متر على كل دقيقه. متر لكل دقيقه دي وحده سرعه، والسؤال ده موجود على بعض المواقع، فاحذروا من بعض غير المتخصصين. يعني طبعا السؤال ده لو طرح بالشكل غير الموجود ده معناه ان في حاجه ناقصه، عشان ما تلخبطش نفسك. الجزء الثاني او السؤال رقم 2، ده نص السنه برضو 2020. عند ارتفاع السرعه السائل في احد الانابيب كانت قيمه السرعه عند نقطه الملف في هذه اللحظه 8. يعني ادي انبوب سريان، السرعه عند نقطة معينة فيها مثلا هنا كانت 8 متر على الثانية. وفي لحظة أخرى، في لحظة أخرى عند نفس النقطة، يعني عند نفس النقطة ديت بعد لحظة أخرى، بعد لحظة أخرى، لحظة أخرى يعني مش شرط تكون نفس اللحظة أو اللي بعدها بثانية أو بتاع، لا لحظة غير اللحظة دي، بعد وقت يعني، بقت 9 متر على الثانية. ده كانت 8 بقت 9، يعني عند نفس النقطة تغيرت السرعة. من شروط السريان الهادئ أن تكون السرعة ثابتة عند نفس النقطة. أنت بتتكلم في أن السرعة اتغيرت؟ يبقى السريان ده مضطرب مش هادئ. طبعًا في اختيارات تانية زي كان هادئ ثم مضطرب، مضطرب ثم هادئ. طبعًا إحنا علينا السريان له شروط عشان يبقى هادئ، إما الشروط ديت مش موجودة يبقى السريان ده مضطرب. تمام؟ السؤال رقم 4، في أنبوبة مياه يضيق مساحة مقطعه إلى الربع. أنبوب مساحة مقطعه بيصغر للربع، يعني مثلا كان A بقى ربع A. مساحة، بنتكلم عن مساحة، تمام؟ فإن النسبة من سرعة الدخول إلى سرعة الخروج. في واحد يقول لي: يا مستر، طالما المساحه قلت للربع يبقى السرعه تزيد 4 اضعاف، يعني بدل ما كانت 1 بقت 4، ويبقى خلاص خلصنا على كده. في واحد يقول: لا لا لا، ما اقتنعش بالكلام ده، انا عايز اجيب كده في 1 على في 2، اجيب كده اشوف في 1 على في 2، لانه عايز النسبه من سرعه الدخول الى الخروج، يعني عايز الدخول في الباص وخروج في المقام، هتبقى 2 على اي 1. كلام جميل. A2 ربع A وA1 بA، الـ A هتشطب الـ A يساوي 1 على 4، يبقى النسبة ما بين B1 1 ل 4. ده كلام رائع جدا جدا. يعني أنا نفسي إن الناس تبقى برضو فهمها للعلاقات، اللي هي إن الـ V علاقة عكسية مع الـ A، يبقى فهمها للعلاقة سريع، يعني على طول كده، اللي هو ايه، المساحه قلت للربع يبقى السرعه تزيد 4 امثال، يبقى النسبه 1 ل 4. ده الباص ده يمثل سرعه الباص، والمقام ده يمثل سرعه الباص. ياسر يسأل: خلال انبوبه منتظمه قدرها اكس بسرعه في، فاذا وضعت سداده من الفلين في نهايه الانبوبه
يعني انا عندي انبوبه اهي. السرعه اللي داخل بقى هنا في، والقطر هنا اكس. انا عايز قطر الثقب الفلين بقى اكس على 4، عايز السرعه بتاعت الخروج. طبعا في خروج اللي هو في 2 على في 1 بتساوي ار 1 على ار 2 الكل تربيع. طبعا ليه؟ الفي علاقة عكسية مع الار تربيع. طبعا جبناها منين؟ في 1 على في 2 بتساوي باي ار 2 تربيع على باي ار 1 تربيع، علاقة عكسية. لو كتبت هنا 2 على 1 يبقى 1 على 2، وادي التربيع. والله يبقى في 2 على في هتساوي عند الدخول كان القطر اكس، وعند الخروج كان اكس على 4. الكلام ده الكل تربيع. ديت تروح مع ديت يبقى 16 على 1. مقص يعني في 2 على في بتساوي 16 على 1، واخد مقص يبقى على طول الفي 2 هتساوي 16. طبعا يا ولاد في واحد هيقول لي يا مستر طب انا معلش الكلام ده ما كانش يعني ما كانش له يعني ايه داعي قوي، انا كنت ممكن اجيبها لك بمجرد النظر. طب ازاي يا عم انا معاك؟ القصه ببساطه ان العلاقه مع نصف القطر عكسيه تربيعيه. فبدايه طالما القطر الثقب ده قل اهي قل يبقى السرعه هتزيد، يبقى احنا استبعدنا دي واستبعدنا دي. طيب بما ان في نصف القطر يبقى في تربيع، يبقى 4 في ولا 16؟ يبقى 16 علشان ده هتبقى علاقه عكسيه تربيعيه. السؤال السادس، جسر سائل في انبوبه بسرعه في، طبعا ده كان في 2020، فاذا زادت سرعته الى في 2 يبقى عايز النسبه من ار 2 وار 1. حاضر، ما انت لسه قايل ان في 1 على في 2 هيساوي ار 2 على ار 1، بس ايه؟ بس تربيع، بس ايه؟ تربيع عشان ده نصف قطر. يبقى في 1 على في 2 هتساوي ار 2 على ار 1، بس مش تربيع بقى، لا ده انا هاخد الجذر عشان اشيل التربيع ده اخد الايه؟ الجذر. حلو، في 1 بفي والثانيه ب 2 في، الكلام ده من تحت الجذر يساوي ار 2 على ار 1 اللي هو عاوزها. ده مع ده يبقى البسط بواحد والمقام ب2 يبقى 1 على جذر 2، ويبقى الاختيار رقم د، واجابتنا منطقيه والحل سريع وما عندناش اي مشكله خالص. اتمنى لو في حد مش فاهم يكتب لي في التعليقات ويكرر لي الحاجات اللي مش فاهمها واحنا نكررها معاه بهدوء ومفيش اي مشكله. انبوب مياه يدخل المنزل اذا علمت ان سرعه الخروج من الانبوب 16 مره قدر سرعه الدخول، عايز النسبة من قطر الأنبوب عند الدخول إلى قطر الأنبوب عند الخروج. أو النسبة من نصف القطر إلى نسبة نصف القطر، لأن أنتوا عارفين يا أولاد إن النسبة بين أنصاف الأقطار كان نسبة بين الأقطار، لأن لو ضربت البسط والمقام في 2 بقت أقطار، شلتهم بقت أنصاف أقطار، فالنسبة سهلة. يعني النسبة بين الأقطار هي نفسها النسبة بين أنصاف الأقطار. معلش أصل لما الأنبوبة بتتوسع مساحتها بتزيد اكيد نصف قطرها بيزيد، ولا هو المساحه هتوسع وهتسيب نصف قطرها؟ لما القطر بيزيد اكيد النص بيزيد، يعني كده مثلا ده 2 ار، لما يصغر لما القطر صغر نصف القطر هو كمان صغر. واضح؟ يعني كلام لازم يكون برضه الناس يعني ايه، احنا بنتكلم في فيزياء يا جماعه، يعني ايه انتوا عارفين طبعا ارتباطها بالرياضه ارتباط قوي يعني. طيب هو عايز ار 1 على ار 2 لانه هو عايز الدخول على الخروج. هتبقى في 2 على في 1، بس ما تنساش اخد الجذر. يعني جذر الخروج 16 والدخول 1،
يبقى بتتكلم في 4 على كام؟ على 1. يبقى الإجابة 4 على 1، النسبة بين الدخول والخروج. طبعا واحد هيقول لي يا مستر هي السرعة عند الخروج كبيرة، يبقى القطر عند الخروج صغير، يبقى القطر عند الدخول أكبر. خلاص؟ القطر عند الدخول إيه؟ أكبر. وبما اني خدت جذر ال 16 طبعا عشان انا بتكلم انا عايز النسبه بين الاقطار، هاخد الجذر فيبقى 4 على كام؟ على 1. اللزوجه. طبعا يا جماعه احنا اتكلمنا في اللزوجه كلام كويس جدا، وقلنا ان في 3 تجارب بيثبتوا لي اللزوجه. والتجربه الاولى يعني الاقماع، لما قلنا نسمح لعدد من الاقماع باني مملوءه بسوائل مختلفه ونترك السوائل تنسكب منها فتاخد اوقات مختلفه، السائل اللي هيقعد وقت اطول حتى ينساب بالكامل طبعا هيبقى سائل لزج. نسقط كرات في السوائل المختلفه، السائل اللي هياخد الكره وقت اطول عشان توصل للقاعده سائل لزج. اخيرا نقلب مجموعة من السوائل بسق زجاجية ثم نخرج الملعقة. في حاجتين، السق الزجاجية اللي هي زي المعلقة بالنسبة لي اللي بقلب بيها هتاخد وقت أطول في حالة السوائل الذكية أثناء التقليب، يعني هتبقى في إعاقة كبيرة، هتبقى في إعاقة كبيرة. وكمان عند إخراجها مباشرة من السائل اللزج هيتوقف حركة هذا السائل، بينما السوائل اللي هي زي المية مثلا أو الكحول هتستمر في الحركة. فطبعا وخدنا طبعا قوة اللزوجة وهكذا. السؤال رقم 9 بيقول الشكل يوضح كميات متساوية، ودي طبعا عن التجربة بتاعة الأقماع. صبت فيه أقماع مختلفة، طبعا القمع ده نزل السائل اللي فيه وده نزل السائل اللي فيه وده نزل السائل اللي فيه وهكذا. إذا علمت أن لزوجة M أكبر من Z أكبر من Y، X أكبر من Y، يعني Y اللي هو ده يعني هو اقلهم لزوج، اي السائل يتجمع في الحوض اولا؟ طبيعي ان السائل اللي لزوجته قليله زي الكحول مثلا هو ده اللي هينساب بسرعه ويتجمع اولا، فيبقى السائل واي هو اللي هيتجمع اولا. واضح طبعا السؤال ما فيش فيه اي مش. السؤال اللي بعده بيقول لي يتحرك لوحان A و B على سطح سائل بنفس السرعه، فتكون النسبه بين القوه اف A على اف B. طبعا يا اولاد انتوا عارفين ان الاف بتساوي ايتا فيس اف دي اي في على دي اللوح، القوة طبعا بتتناسب طردي مع المساحة، طردي مع السرعة، عكسي مع الدي. فهو قال لي ايه؟ طبعا ده سائل واحد، يبقى الايتافيس بتتوقف على نوع السائل يبقى ثابت. الفي هو قال انا عايز تتحرك بنفس السرعه، الدي هو الدي نفس السائل ونفس العمق يعني. فهو ايه العلاقه بين الاف والاي؟ علاقه طرديه. يبقى المفترض ان انا هقول اف للاي على اف للبي يساوي اي للوح العلوي على ايه للوح السفلي. ايه للوح العلوي اللي هو ده 2 اكس في اكس. ليه يا استاذ؟ لان احنا بناخد المساحه فهتبقى يعني طول في عرض. فخلي بالك، الله يبارك في حضرتك، الله يبارك فيك، ركز معايا، احنا هنا بنتكلم عن مساحه، مساحه يعني طول في عرض. يبقى الاف ايه على الاف بي بتساوي ايه للاول على ايه للتاني. طب ايه للتاني؟ طول في عرض، يبقى اكس في اكس باكس تربيع، يتشطبوا مع بعض النسبه تطلع 2 لـ1. حلنا سريع، ما عندناش اي مشكله. ونقول او بمجرد النظر، انا هسالك سؤال، انت شايف النسبه 1 لـ1، 4 لـ1، 1 لـ2 وهكذا. اولا مين اللي هياخد قوه اكتر عشان نحركه، اللوح الصغير ولا اللوح الكبير؟ طبعا اللوح الكبير، بان المساحه الضعف يبقى على طول ياخد قوه الضعف. فانت تقدر انت تحلها مباشره بمجرد النظر. تمام. السؤال اللي بعد جايب لي سائل محصور بين لوحين اهم،
اللوح العلوي تؤثر على اللوح العلوي قوة مماسية أهي لتحريك، فتكون سرعة النقاط الموضحة كما بالرسم. عندي نقاط X Y Z وعايز إيه السرعة عندها. طبعا يا أولاد إحنا لما جينا اتكلمنا في المواقع المتحركة وعرفنا إن في عندنا لوح سفلي، ده لوح سفلي ساكن، وده لوح علوي متحرك بفعل القوة اللي أنا إيه هزق، يعني هزق بقى دي. وعندنا 3 نقاط. إحنا خدنا قاعدة كده مهمة بتقول إيه؟ بتقول إذا قربت من لوح ساكن السرعة تقل، إذا قربت من لوح متحرك سرعتك بتزيد. طيب بالنسبة لما تقرب من اللوح العلوي، أنت قربت من لوح متحرك، كل ما تنزل لتحت قربت من لوح ساكن، يعني انا كل ما انزل لتحت السرعه ايه هتقل. يعني في زد اصغر من الفي واي، والفي واي اصغر من الفي اكس وهي اكبر، يبقى الفي اكس اكبر من الفي واي اكبر من الفي زد. لديك 4 قطع خشبيه متساويه المساحه، عايزين نحركها في سائل واحد موضوع في عده اواني بحيث يختلف عمق السائل، يعني ده وده 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 كلهم نفس بعض، بس اللهم ان عمق السائل هو اللي مختلف. وبيقول لي ايه بقى يا سيدي؟ اي الاواني تكون القوه المستخدمه للتحريك بنفس السرعه اقل؟ طبعا احنا عايزين نقول ان الاف بنتكلم عن القوه، ايه ده فيس ايه في على دي، واضح ان المتغير الوحيد هنا هو الدي وعلاقته عكسية، يعني أنت عايز أقل قوة يبقى لازم تاخد أكبر بعد عمودي، يعني دي 4 ولا 3 ولا 2 ولا 1، أنا شايف إنه 1 لأنه أعلى حاجة. طب إيه قولك في السائل؟ قال هو نفس السائل، هو قال يرقح في السائل إيه؟ سائل واحد. طب إيه رأيك في الإيه؟ قال هي متساوية المساحة. ده بيقول لك في السرعة، قال تتحرك بنفس السرعة، يبقى احنا كلام عن السائل ألف اللي قدامي قدام مني، لأن ده اللي هيكون الإناء ألف عشان خاطر المساحة بتاعته هتبقى أعلى حاجة. يتحرك لوح رقيق على سطح سائل متجانس بسرعة V، فإذا تحرك من الموضع إكس بنفس السرعة على عمق نص دي فإن معامل اللزوجة. بصوا يا جماعة، إيه قصة معامل اللزوجة؟ برضو علشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لي، معامل اللزوجه اللي هو ايتا فيس، وده اف دي على اي في. طب مهم جدا 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 ان انا وانا بقول بعض الناس مش كلهم مفكرين ان دي العوامل اللي توقف عليها معامل اللزوجه. طبعا لا، معامل اللزوجة يتوقف على حاجتين اتنين ما فيش غيرهم، لا يتغير إلا نوع المائع. ليه؟ احنا قلنا الانواع المختلفة لها لزوجات مختلفة، يعني العسل يختلف عن كذا عن كذا عن كذا، عن الجليسرين عن المية عن الكحول وهكذا، لان قوى التماسك بين جزيئات كل واحده من دول مختلفه. وكمان درجه الحراره يا اولاد، درجه الحراره، لان ايه؟ انا لو جبت شويه عسل وسخنت جزء منهم على النار وسبت جزء تاني في الثلاجه وجيت اعمل عمليه انسياب لكل منهما، يعني ادلقهم كده في طبق، مين اللي هينساب اسرع؟ طبيعي اللي هينساب اسرع اللي هو الساخن، يبقى درجه الحراره داخله في الموضوع. انما اني اقول ان العسل نفسه وهو عند نفس درجه الحراره له معامل اللزوجه يختلف علشان اللوح اللي انا حاطه هحركه عليه كبير ولا صغير، هيتحرك بسرعه كبيره ولا صغيره، لا. يبقى اذا معامل اللزوجة عند الاعماق المختلفة هيظل ايه؟
ثابت وملوش علاقة، لأن السائل اللي عندي كمان سائل إيه؟ متجانس. العبارة جميلة، عاجبني أوي حكاية إن يقول لي على سطح سائل متجانس. طب عاجبك في إيه يا مستر؟ العسل أو بعض السوائل أحيانا بترقد وبيبقى الجزء السفلي يعني فيها أكثر لزوجة من الجزء العلوي. فطبعا يعني هو هنا كاتب متجانس، يعني من فوق زي من تحت، لو خدت اي جزء من اي مكان هديك نفس الخصائص. فحلوة قوي جملة سطح سائل متجانس جدا جدا. لدي اربع الواح الحسابية مختلفة المساحة. هنا بقى الالواح اللي عندي مش متساوية، لا مختلفة المساحة، وضعت على سطح سائل واحد ويراد تحريكها بنفس السرعة. يعني انا عايز احركها بتتحرك بنفس الايه؟ السرعة. اي الاختيارات تعبر عن ترتيب القوى المستخدمه لتحريك. والله اللي انا عارفه ان الاف بتساوي ايتا فيس اي في على دي. هو قال لي انها مختلفه المساحه، يبقى الحكايه دي اديها لي على سطح سائل واحد. والله طالما السائل واحد يبقى الايتا فيس مش معانا، وبنفس السرعه يبقى الفي مش معانا. تمام، علما بان عمق السائل متساوي بتاعنا. يبقى انا بتكلم دلوقتي عن علاقه بين الاف والاي. الاف تتناسب طردي مع الايه، يعني اللي هينطبق على الايه هينطبق على الاف. طب بما ان الاي واحد اكتر من اي اتنين اكتر من اي تلاته اكتر من اي اربعه، يبقى اكيد اف واحد اكتر من اف اتنين اكتر من اف تلاته. دي ما تنفعش. اف واحد اكبر من اف اتنين اكبر من اف تلاتة اكبر من اف اربعة دي تنفع. اف واحد اكبر من اف اتنين اكبر من اف اربعة دي غلط، يعني اف اربعة مش اكبر من اف تلاتة، ده كلام مش مظبوط. اف واحد واف تلاتة واف اتنين ده كلام مش مظبوط. يبقى زي ما اي واحد اكبر فاف واحد ايه اكبر، وهكذا. لديك، خلي بالك علشان السؤال ده والسؤال اللي بعده من الاسئلة اللي الطلاب يعني كانوا هيغلطوا فيها، وكان حصل عليها بعض الكلام، لأنه هو وهو بيعبر بالألفاظ بصراحة يعني كان معبر جيد جدا جدا جدا، وصايغ سؤال رائع جدا جدا. بيقول إيه؟ بيقول الشكل الموضح يمثل عينة من سائل محصور بين لوحين. ده سائل محصور من إيه؟ من لوحين. السفلي ساكن والعلو متحرك، يبقى السفلي ساكن والعلو ايه؟ متحرك. اي من الاشكال البيانيه التاليه يعبر عن العلاقه بين سرعه انسياب سائل، انسياب كل طبقه من طبقات السائل، وعمق هذه الطبقه دي. انت لما بتتكلم عن العمق بتتكلم عن حد بينزل لاسفل، فاهم؟ يعني دي كده العمق زاد اهو، العمق زاد اهو، العمق زاد اهو. يبقى انا كل ما اتجه لاسفل بروح على العمق. يا جماعه لازم نفهم يعني ايه كلمه عمق. انا هسال سؤال بسيط جدا جدا، هو انت كل ما تقرب على طبقه ساكنه السرعه بتقل ولا بتزيد؟ احنا لسه قايلين ان السرعه بتقل عشان دي طبقه ساكنه. دي طبقه ساكنه، فكل ما اقرب منها او اروح من ناحيتها السرعه بتقترب منين؟ من الصفر، لان ديت طبقه ساكنه فسرعتها صفر، اي حد يقرب منها تحاول تمسكه فديت هتبقى طبقه سرعتها صفر. طيب يبقى اذا بزياده الدي اللي بيحصل للفي، بزيادة الدي كل ما تخش على تحت السرعة بتقل. زيادة تقل بعلاقة عكسية، ما عندناش علاقة عكسية للرقم ده اللي هي ده، هي ما عندناش علاقة عكسية للرقم ده. ديت بتقول ان السرعة ثابتة بزيادة العمق، وده غلط يعني ما حدش هيختلف عليه. هنا وهنا دي علاقة طردية، بس هنا العلاقة طردية ان في يعني بزيادة
العمق، السرعة بتزيد بمقادير ثابتة، إنما هنا يعني حاصل زيادة ولكن بمقادير مش ثابتة أهو. دي دالة طردية بس متغيرة، يعني السرعة متغيرة، تمام؟ فما تنفعش، يبقى أنا عندي العلاقة علاقة إيه؟ عكسي. خلي بالك يا أولاد، في بعض الناس الخطأ المتوقع اللي هو إيه بقى؟ في واحد هيجيب الإف بتساوي ايتا فيس اي في على دي، هيقول بس ده انا عرفت من هنا لو انا عايز اجيب الفي في طرف هيبقى اف دي على ايتا في ايه، ويقول ان العلاقه هنا علاقه ايه؟ طرديه. لا خلي بالك، قصه ان انت بتبدا من فوق ولا من تحت ديت قصه غايه في الاهميه. قصة إن إحنا بنبدأ من أعلى لأسفل ولا من أسفل لأعلى قصة كبيرة جدا 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 غاية في الأهمية. فده على أساس إن أنا بتكلم عن سمك طبقة السائل، وإن إحنا كلما اتجهنا لأعلى بقرب على لوح متحرك، إنما هنا هو قال لك إيه؟ قال لك أنا بنزل على لوح إيه؟ ساكن. يعني كل ده العمق، وهنا كلامه عن العمق. الجملة دي هي اللي فيها الكلام يا جماعة، خلي بالك حتة عمق هذه الطبقة. طب شوف السؤال العكسي، تعالى كده. الشكل يمثل عين الانسان محصور بين لوحين، ادي لوح متحرك واللي هو اللوح السفلي ساكن، والعلوي متحرك، ادي السفلي ساكن وادي العلوي متحرك. ايه الاشكال اللي عبارة عن علاقه بين سرعه طبقه كل سائل وارتفاع؟ ارتفاع هناك مش هناك، كان عمق هنا ايه؟ ارتفاع. ارتفاع يعني ايه؟ يعني انا بادئ كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده، فأنا بزيد باستمرار، فالزيادة تدريجيا تديك إن أنت بتقرب على طبقة، هناك كنت بتقرب من طبقة ساكنة، هنا بقى يا أولاد بنقرب من طبقة متحركة، بنقرب من طبقة متحركة. يعني كل ما زادت الدي اللي هو هنا بقى في الكلام عن ارتفاع، لابد إنك تكون عارف إن الارتفاع معناه إن أنا من تحت وببدأ بزيد، ده اسمه برتفع لأعلى. أما العمق معناه إن أنا بادئ من هنا وأهو نازل أهو، شوف ده عمق وده ارتفاع. وضع طبيعي إن أنت لما تخش على طبقة ساكنة سرعتك بتقل، وضع طبيعي إن أنت لما تخش على طبقة متحركة سرعتك بتزيد. حلو، يعني العلاقة هنا هتبقى طردية. فين العلاقة الطردية هنا؟ دي لأ، دي عكسية، بس دي عكسية خطية ودي عكسية تربيعية زي ما احنا اللي هي كسرية يعني، ودي علاقة ثبوت هنستبعدها، يبقى هنا علاقة تناسب طرد. بس استفدنا من السؤال ده استفادة كبيرة أوي. عرفنا إن العلاقة بين الـ V والـ D كيرفات باستمرار، يعني منحنيات، ما تجيش خط إيه؟ مستقيم. ليه ما تجيش خط مستقيم؟ ما تجيش خط مستقيم لوجود متغيرات أخرى في القانون، بمعنى الـ F بتساوي إيتا اي في على دي، لما تيجي تجيب الفي في طرف هيبقى اف دي على ايتا اي في. انت لو بتتكلم عن ان العمق بس اللي بيتغير ماشي، لا إيه؟ طبعا بنتكلم هنا ايتا الفي خلاص راح. انت عايز تتكلم عن الفي، الفي ايه الحاجات اللي هتأثر فيها؟ احنا يا جماعة لما بنتكلم على ان السرعة هنا بصفر والسرعة هنا قيمة عظمى، السرعة في المنطقة دي تبقى سرعة متوسطة من الاتنين دول، يعني مش معنى ان الطبقة زادت للضعف ان السرعة تزيد للضعف، لا، لوجود عوامل اخرى، تمام؟ فخلي بالك ان هنا مش منحدر السرعه مش علينا، بس يعني ايه اكون فاكر ان العلاقه بتطلع عباره عن كيرف منحنى مش خط ايه؟ مستقيم. بيقول لي في السؤال اللي جه اللي فات اهو وزارة 2021، تتحرك سياره من السكون، العربيه بتتحرك منين؟ وتزداد سرعتها، يعني هي كانت بادئه من سكون وسرعتها عماله تزيد لغايه ما تتعدى كام؟ 120. السرعه يعني السياره هتتعدى السرعه ديت، طبيعي ان قبل منه قبل من الرقم ده كان حال، وبعد من الرقم ده كان سريان هادئ،
يعني كنا بنتكلم عن ان ما وصلناش للسرعه الحديه، فكانت الاف بتتناسب طردي مع الفي، بعد منه الاف هتتناسب طردي مع الفي تربيع. يبقى يا استاذ خلي بالك، اني خلي بالك يا حبيبي وركز معايا اوي اوي اوي. ايه بقى يا استاذ اللي نركز فيه؟ شوف 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 هو بيقول ايه. بيقول احنا زودنا السرعة من صفر، بس من صفر لغاية 120، وبعدين تجاوزنا ال 120، فإن الشكل المعبر عن العلاقة بين السرعة ومقاومة الهواء. طب حلو، يبقى الإف دي اللي هي قوة المزوجة أو مقاومة الهواء الناتجة عن المزوج، يعني الناتجة عن مزوجته أو احتكاك الطبقات بالجسم المتحرك. يعني اعتبر إن العربية ديت جسم متحرك جوه الماء. وبعدين بزيادة السرعة تدريجيا، هل القوة ما بتزيدش؟ لا ده غلط، الكلام ده ملناش علاقة بيه. طيب بزيادة السرعة تزداد القوة، صح، بس الكلام ده لغاية مين؟ لغاية ال 120، فيبقى ديت هنا ما تعداش ال 120، أصبح عندي الرسمتين دول. الرسمتين دول فيهم إن بعد ال 120 حصل حاجة جديدة، شفنا الكيرفات، شفنا المنحنيات. طبيعي يا ولاد اني طالما ان الاف تتناسب طرد مع الفي تربيع يبقى الداله اللي عندي تربيعيه. طبعا كلكم واخدين ان الداله التربيعيه بتبقى فيها تماثل حول محور الصلاه، ويعني كلام انتم ما شاء الله في الرياضيات المفترض ان هي ايه تكون الدنيا مظبوطه. يبقى اذا مش هيبقى خط مستقيم، عشان هنا القوه هتبقى بتتناسب مع مربع السرعه مش مع السرعه، فهتاخد الشكل المنحنى. بس عندي شكلين منحنيين، تعالى المفترض بزياده السرعه تزداد القوه، هنا بتزداد اهي، انما هنا بزياده السرعه بتنقص القوه، وطبعا ده خطا. يبقى ده خطا، والصح رقم 3 اللي هو رقم ب. يبقى خلي بالك ميعادنا النهارده كان مع اكتر حاجات فيها منحنيات، خلاص، فخلي بالك من الثلاث اسئله دول الله يكرمك مره تانية، اللي هو السؤال ده اهو، قلنا كلما اتجهنا لاسفل ركزنا على كلمه عمق، وشرحنا ليه اخترنا الاختيار رقم 4 اهو، وركزنا على كلمه ارتفاع وقلنا ليه اخترنا الاختيار ده، ودلوقتي كمان قلنا الجزء الاول كان خط مستقيم لان كانت العلاقه بين الاف والفي علاقه طرديه، وبعدين بقت المنحنى عشان بقت مع مربع الايه السرعه لهذه السياره. بيقول لي عند اجراء اختبار سرعه ترسيب الدم لثلاثه اشخاص، يعني انا جبت ثلاث اشخاص وبعمل لهم اختبار سرعه ترسيب الدم، فجبت ثلاث انابيب ورحت جاي حاطط الدم كده، واحد منهم مصاب بحمى روماتيزميه والتاني عنده انيميا والتالت سليم. طبعا انا حطيت الدم، بعد شويه بيبدا الجزء ده يبقى شفاف اللي هو فيه بلازما، وتتساقط كرات الدم الحمراء عشان الجزء الاحمر اللي تحت ده، يبقى الدم زي اللي بيرقت، ممكن هنا تبقى لغايه هنا، ممكن هنا مثلا تبقى لغايه هنا. ده بعد ساعه. قلنا يا اولاد ان كل ما السرعه ديت زادت معناها ان الدم نزل كده ورقد، وبقى الجزء يعني القراءه بتبقى من هنا، بناخد القراءه من عند الخط ده اهو، من عند الحمار اللي هنا، القراءه من هنا طبعا بادئ من صفر. ده مش حته صغيره، ده مش حته كبيره، ده مش حته اطول في نفس الزمن، يبقى ده سرعته ايه اكبر. ده اللي حصل عنده التصاق في كرات الدم الحمراء، وبالتالي زادت سرعة الترسيب. سرعة الترسيب كل ما زادت دل على ان المسافة اللي هتقطعها اطول، وبالتالي كان هذا الشخص مصاب بالايه. فهو لازم اكون عارف ان السرعة النهائية لمعدل تساقط كرات الدم الحمراء تكون في الشخص اللي عنده حمى ايه
روماتيزمية، الأول اللي هو مصاب بالحمى الروماتيزمية على أساس إن الشخص ده حصل عنده التصاق في كرات الدم الحمراء، وبالتالي إحنا عارفين إن سرعة الترسيب هتتناسب مع مربع نصف قطر كرة الدم. كرة الدم إحنا بنتكلم على نصف قطر كرة الدم الحمراء. اشمعنى عمال تركز؟ اصل في ناس بتفكر ان هي الفتحه بتاعت الانبوبه او حاجه، لا ده نصف قطر كره الايه؟ الدم. يبقى طبيعي ان الشخص الاول اللي هو عنده حمى روماتيزميه الشخص الاول هيبقى اكبر. يليه بعد كده الشخص السليم. يليه بعد كده المصاب بالحمى الايه؟ الروماتيزميه بالانيميا، لانه الانيميا سرعه الترسيب عنده اقل من المعدل. احب اقول لكم ان سرعه المعدل هي 15 ملي متر على الساعه في المتوسط. هم بقى في المختبرات بياخدوها على مرحلتين. المرحله الاولى ان هو يعني في الساعه الاولى، فهتنزل من صفر ل 15، تبقى هنا مثلا كده عند 15. طيب الساعة الثانية المفترض ينزل الحمار ده بحيث ان الجزء الشفاف اللي فوق يبقى عند يوصل يعني بداية الحمار عند 30. الساعة اللي بعدها 45، يعني هو بينزل بمعدل 15 كل ساعة. فعشان كده لازم اكون فاهم يعني ايه سرعة ترسيب الدم. طبعا يا اولاد بعد ما راجعنا الموائع شايفين ان الاسئلة بتعتمد على الاجابات السريعة. قد احنا جاوبنا كل ما جاء من سنة 2019 حتى يومنا هذا في امتحانات الوزارة بنظام التابلت سنة 2019 او 20 او حتى 21 في كل ما ورد. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحصة، وشفنا اسئلة بنوعيات جديدة من الاسئلة. وان شاء الله الحصة القادمة هنعمل نفس اللي عملناه النهاردة بس مع الفصل الاول، ثم في الحصتين اللي بعدهم هيبقى الضوء هنقسمه جزئين، الجزء الاولاني لغايه الانعكاس الكلي، الجزء الثاني هيبقى المنشور وتوابعه. واتمنى ان انا اشوفكم ان شاء الله على خير الحصه القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.